جرامي ان شاء الله 2022 اولمبيا. احنا بنجهز ان شاء الله كواحد من فريق كوسكواد، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونعمل حاجه كويسه جدا لبلدنا مصر والامه العربيه كلها. ان شاء الله ربنا يكرمنا بالثالث مره للسنه ان شاء الله. النهارده هنتمرن تمرين الصد، ان شاء الله تستمتعوا بيه وخليكم معانا. السلام عليكم. معايا زميل تمرين مدرب الابطال ومدرب جزء كبير من فريقنا، كابتن بودي محمد محسن، هو اللي شكله ماسك التمرين النهارده. اول تمرين مع الكابتن بودي، هنتمرن على السمث. هناخد كام جوله يا كوتش؟ نعمل سن ورم اب وبعد كده هناخد 24 ان شاء الله. تاني تمرين جيم كروس هناخد 5 جولات. 5 جولات احسن من فكري يا بودي، احسن من فكري. جم 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 في التمرين ده لكم، ده ثالث تمرين انكلاين تشيست. فهلعب عليه برضه نمبر 4 فلاي كابتن بودي هيقول بقى اخر حركه ان شاء الله النهارده يوم الشيست، هنعمل الفور سيت على البريس ماشين. ده الفلات الاخير، الفلات الاخير زي الحلقه الاخيره كده. طبعا احنا خلصنا دلوقتي الصد، احنا بنعمل تركايه كده في التمرين، لان فتره انا وكابتن بودي بنلعب مع الصدر مثلا ترايسبس، لان احنا كمان بنلعب البايو تراي فيوم لورد. فاحنا بنلعب حوالي مثلا 8 جولات من عضله. شكلين مختلفين، شكلين او 8 من شكل واحد مع تمرين الصدر او تمرين الباك. فاحنا دلوقتي هنا في ترايسبس. خلصنا تمرين الصدر والترايسبس، استنونا في اللي جاي جامد مع كابتن بودي ان شاء الله باذن الله.